مزيانين بالفرح. أول فكرة باش بديتها تلقى هاد الدقيق بالجوطية، تلقى هاد الدقيق مزوط في الطريق، يعني مثلا غير كيتلاح تلعبو بيه الدراري، ما مهتم بيه حتى شي واحد. فكرت قلت غادي نتجوف شي حاجة. هو كيشد بزاف الوقت، لأن كيتمشي كتدبر عليه، تشريه، توصي عليه، كتجيبو كتغسلو يعني بتشيد والماء، ومن بعد كديروا شويه جافيل، كيتمشر في الشمس يتشمش حتى يتشمش مزيان، ومن بعد عاد تبدا تقطعو بالمنشار والليطو يعني في الزيار والميدو تيتقطع. من بعد كتجي السي عاوتاني بواحد تيبي واحد النوع ديال بحال المبر تيقولوا ليه التكفينه، كيجي استعمال. من بعد كترسم انت الحاجه اللي بغيتيها، كديرها في دماغك وكترسم داك الشيء الميدو وكتبدا توضح. دور لقاهم مثلا في الجوطية، لقاهم مثلا بعد نوبات في شي محلات كيتباعو، كنقلبها إذا كانت لايقة ليا كنشريها، كتكون خاسرة كنصلحها، كنقادها كنزيدها تحسينات نفيرنيها وكنهتم بها كنعلقها. والسوايع كنبغيهم كنحبهم من الصغر ديالي كنحبهم، لأن كنا في الصغر ديالنا حنا محرومين من السوايع في الخمسينات وفي الستينات. بصي يعني مثلا كنكون بعد نوبات كندير دويره في الغابه كنلقاهم مزوطين، قرا لي يعني اذا تبان لي يعني مثلا فيها ما يدار كناخذها كنجمع هذوك القراعي، وكنجمع حتى دوك العصي ديال الحلوى ديال الكوجاك في السطح. السطيح كنفرش في السطيح ولا كانت يعني مثلا الشتا ولا شي حاجه كندخل لواحد المحل عندي في السطيح كندير فيه الماتريال ديالي وكنخدم فيه شويه حتى يصحى الحال. وهي في الحقيقه كنخدمو بوحدي في هادشي تحسيك، كنخدمو بوحدي، وملي كنبدا نركب شي حاجه بحال شويه الصباغه كاين عندي شي بنيه كانت تعاوني. ما كرهتش لقيت شي دراري اللي هما قافزين شويه يعني فاهمين ما نلقاش معاهم صعوبه، ما كرهتش نعلمهم وتنقول انا يمكن ربما تلقى صدقه جديده. الناس تنوصي الناس يعني مثلا يحاولوا يعني مثلا يديروا على الشيء ديال البيئه، مثلا شيء الاوساخ ولا شيء ديال الازبال حشاك ولا شجر، يحاول الانسان ينقي راسو بيدو.